رعية يسوع الملك في المصدار، أول ما سمعنا في قرارات الحكومة الأردنية بمنع الصلوات سواء في الكنائس أو في الجوامع، وبمنع التجمعات في المدارس والجامعات. طوالي امتثلنا لهذه التعليمات وأصدرنا قرارات في رعيتنا بالتوقف عن الصلوات في الكنيسة، وأيضا بتوقيف مدرسة البطركية الكلية الوطنية في المصدر. أكيد هذه التعليمات هي لخير الجميع، ولكن هي الأفضل حتى نمنع التجمعات المغلقة في الكنائس. وبالإضافة لهذا الشيء، حتى بمجتمعنا الصغير بين الكهنة والراهبات كنا عم نعمل مسافة بين كل شخص وشخص في صلواتنا الفردية الخاصة، وأيضا باستخدام المعقمات بشكل دوري، وامتنعنا عن المصافحة وعن تبادل سلام المسيح قدر الإمكان. أكيد أي شخص كان يدخل على الكنيسة كنا نجبره بأنه يعقم ذاته، وأيضا أي إشي كنا نشتري من خارج كنا نطفه ونحاول أنه نبدله دائما بأكياس جديدة. هاي هي الأمور اللي حاولنا إحنا نلتزم فيها. طبعا دائما كنا نلبس كفوف، كمامات على الوجه، حتى نحاول أنه نحمي أنفسنا. وأيضا كشبيبة في الأردن، شبيبة الطالب المسيحية في الأردن، أصدرنا قرارات بتوقف عن اجتماعات، وأيضا أنه إذا عرفنا أي حالة مشتبه فيها أنه نحاول نبلغ عنها، عدم ما نختلط فيها. وكمان أنه أعطينا تعليمات بأنه ما نلمس وجهنا كثير، ما نلمس تمنا كثير، سعالنا يكون في محرمة، ونبتعد عن الاختلاط مع الأشخاص اللي حوالينا. هاي هي التعليمات اللي نوعا ما أصدرناها. وبنفس الوقت إحنا هلأ عم نبث كل الصلوات الأساسية على الإنترنت أونلاين، حتى كمان نحاول نسهل على الناس صلواتهم في ظل هاي الظروف الصعبة اللي عم تمر فيها مملكتنا. أكيد شو نصائحي؟ نصائحي هي نلتزم بتعليمات الحكومة، وأهم إشي هو إنه ما نخالط الأشخاص، نضلنا في البيت، نلتزم في قواعد الحجر الصحي، وما نطلع على الشارع والأماكن العامة إلا للضرورة القصوى. وتمنياتي أكيد للجميع بالسلامة، وربنا دائما يحمينا من كل مرض ومن كل شر.